ومعانا الاستاذ احمد عبد المجيد نائب رئيس نادي الاتحاد السكندري طبعا ورئيس لجنه الكوره والمشرف على كره القدم. بحييك يا استاذ احمد، اهلا بيك على هواء اي تي سي وبوكس تو بوكس. مساء الخير يا دكتور وليد، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. يعني الصفحه الرسميه، اهلا بيك، الصفحه الرسميه عامله لنا كده سسبنس وتشويق وبيقولوا ان في صفقه بوم لنادي الاتحاد السكندري في خلال 48 ساعه. فاتوا تقريبا 24 ساعة من 48، فيعني نكسر ال 24 ونقول ايه الصفقة بقى؟ هتتكلم على الباسكت ولا على الكورة؟ هو احنا ما فسرتولناش بس شكلها كده باسكت. انس اسامة مثلا. بص يا فندم، احنا عندنا السنة اللي فاتت خسرنا الدوري وخسرنا الدوري الفاينل، فعندنا خطة في الباسكت ان شاء الله السنة دي ان احنا نغير. طبعا اتفقنا مع الكابتن احمد مرعي فسخنا التعاقد الاراضي، وعندنا احلال لاربع لاعبين، عندنا فرصتين صفقتين بس ان احنا نتعاقد عليهم السنه دي. تعاقدنا على ثلاث صفقات. الصفقه الاولى كابتن يوسف شحاته بتاع سبورتنج، وفي صفقتين هنختار صفقه منهم ان شاء الله بس لسه ما تحددش. طيب بس عشان نكون واضحين، لان خلاص يعني كل الميديا بتتكلم والناس في اسكندريه ما لهاش كلام الا على انس اسامه، والقصه انه وقع لنادي الزمالك، وكان في فيديو طبعا طلع بيه على الصفحه الرسميه ونشره نادي الزمالك، اتقال انه فيديو قديم، وثم احنا عارفين انه موقع ومتفق مع نادي الاتحاد السكندري اوريدي والناس بتتكلم، وفي كلام كان الاستاذ مجدي ابو فريخه رئيس اتحاد السله قال ان في عقوبات لاي لاعب يوقع لناديين، رجع تاني تراجع في التصريحات دي ان ده خاص باللاعبين الهواة بس وليس اللاعبين المحترفين. اولا انس اسامه كده يعتبر لاعب في الاتحاد السكندري ولا الامور القانونيه وممكن يبقى في ايقاف للاعب او اي ازمه ممكن تواجهه عشان وقع لناديين؟ بص يا فندم، احنا مش هنقدر نعلن عن الصفقات غير لما نتاكد منها 100% وتتم، فده ان شاء الله هيبقى في الميعاد عن طريق مجلس الاداره، فمش هقدر اتكلم على اي صفقات غير لما نعلن عن طريق النادي. طب بعيدا عن الاسم، موضوع اللوائح بقى، اللائحه طبعا مجدي بيه ابو فريخه لما اعلن كان بيتكلم عامه على اللوائح اللي عنده، حتى لما هو اتكلم قال لك اللائحه بتقول ان لو في لاعب ماضي متعاقد مع ناديين هيتوقف من غير ما نذكر اسماء، بس هو ما اعتقدش انه ماضي مع فريقين، يعني فاهم قصدي؟ يعني هو بيتكلم عامه ان اللائحه بتقول ان لو في اثنين لاعب موقع دين لناديين دي بتوقف، وطبعا دي اللائحه بتسري على الجميع، يعني حتى لما سالوه طب منتخب مصر؟ فقال لهم لا، منتخب مصر هنشوف حسب، يعني انا العبه في منتخب مصر وما نفذتش اللائحه، كان رده واضح يعني، بس هو بيتكلم على حاجه عامه يعني. يعني سواء انس او سين او صاد لو مضى لناديين هيتعرض للايقاف سواء هاوي او محترف. طبعا دي اللائحه بتقول كده. اللائحه بتقول كده طبعا. طيب طيب خلينا نروح للكورة بقى، لكرة القدم ونادي الاتحاد السكندري طبعا يعني بيعيش برضو ظروف صعبة الحقيقة السنة دي، وحصل تغيير للجهاز الفني، بيقدم الحقيقة النادي أداء كويس في مباراة كتير جدا، لكن النتائج دايما ما بتكونش على المستوى التطلعات. في كلام ان نادي الاتحاد السكندري بدأ كمان يعني يشتغل في ملف الميركاتو الصيف الجاي، في كلام ان في بعض الاعارات طالبها النادي من النادي الاهلي، نادي الاتحاد من النادي الاهلي، رامي ربيعة مثلا في كلام عليه، في كلام على محمود وحيد، في اكتر من اسم كمان، قصة شبانة وقصة عبد السلام وقصة سيسي، اسماء كتير يعني بتطرح وبترتبط بنادي الاتحاد السكندري. برضو حطينا كده في الصورة علشان المشاهدين ومحبي الاتحاد السكندري يطمنوا. فندم، هو بالنسبة للكورة، احنا لجنة الكورة لجنة خماسية عبارة عن معايا الاستاذ محمد سلامه، ومعايا الاستاذ محمد البحيري، ومعايا الكابتن امام محمدين، ومعانا الكابتن طلعت يوسف. احنا عاملين مشروع دلوقتي شغالين عليه، رابطين ما بين القطاع الناشئين وبين الفريق الاول، وعندنا زي بلان كده هنشتغل عليه بتحليل اللاعبين اللي عندنا السنه دي. احنا لسه شغالين في المشروع ده، هنحلل اللاعبين ونحلل ادائهم ونحلل المدة اللي لعبوها والتشريعات بتاعتهم، وهنحدد الاماكن اللي احنا محتاجينها للسنه الجايه ان شاء الله. فكل الكلام الحته الثانيه اللي انت هتقولها دي احنا لسه ما اتكلمناش عليها خالص، عشان احنا لسه مش عارفين احنا محتاجين مين في مراكز ايه. طيب بس برضه لا يخفى على احد ان العلاقه مش احسن حاجه دلوقتي بين نادي الاتحاد ونادي الزمالك، وبرضه عشان قصه انس اسامه. ما اعتقدش ان العلاقه كويسه مع سياده المستشار مرتضى، وكان في حوار تم ما بين محمد بيم سلحي وسياده المستشار،
كان هو متضايق ان احنا حاولنا نتعاقد مع الكابتن انس اسامه، احنا تعاقدنا مع الكابتن انس اسامه اثناء اللجنه مش اثناء وجود السيادة المستشار، فهو تفهم الموضوع فمش ما فيش مشاكل. قبل الفيديو اللي كان فيه قاعد وتم نشره. يعني هو كان الموضوع كان قبل ما يرجع هو للنادي بصراحه، فهو تفهم الموضوع ما فيش اي خلاف ما بينه وبين محمد بيه. يعني ممكن يبقى في صفقات عادي تبادليه بين الاتحاد والزمالك في المكان. معلش انا بس عاوز اعمل تداخل هنا استاذ بليغ، طبعا لانه هنا هو الدكتور بيقول انه اسامه مضى في عهد اللجنه اللي فاتت، يعني في الوقت ده عقده ما كانش خلص مع نادي الزمالك. صحيح. ورجع هو سجل تصريح اللي احنا بنقول قديم مع الاستاذ مرتضى منصور بعد ما رجع، يبقى اذا اللاعب هنا حضرتك ده اعتراف صريح انه اللاعب وقع وهو عقده ما انتهاش مع نادي الزمالك، وده ينطبق عليه اللي قاله الاستاذ مجدي ابو خريف. الاستاذ مجدي ابو فريق وقع وكان عقده فاضل له سنه واحنا ومضى معانا بعد السنه دي مش في نفس السنه، فمفيش لا ازاي معلش يا فندم مش واضحه. لا وضح معلش، يعني اعذر جهلنا في اللوائح بخصوص اتحاد هذه السله. حضرتك بتقول ان هو مضى مع اللجنه المؤقته، بعد كده رئيس نادي الزمالك سجل فيديو قال لك انا معاكم في نادي الزمالك، بعد كده طلع احنا سمعنا ان الفيديو ده قديم، ازاي حضرتك مضيت معاه في اللجنه وكان عقده لسه ما خلصش مع نادي الزمالك؟ لا كان خلص، كان الموسم اللي خلص ازاي يا فندم؟ الموسم لسه خلصان. لا يعني الاستاذ مجدي ابو فريخه لما اتكلم شرحنا لنا اللوائح قال لك في حاله انتهاء عقده يصبح لاعب حر. حضرتك لما مضيت معاه ما كانش لاعب حر. كان الموسم انا وفقا لكلامك انا دي معلومه جديده بالنسبه لي اللي حضرتك بتقوله، يعني الكلام ده من سنتين يا فندم. سنتين يعني ايه؟ الكلام ده من سنتين. يعني ايه من سنتين؟ مش من سنه واحده. يعني تاريخ توقيع انس اسامه كان في الصيف ده اللي احنا فيه في السنه 2022 ولا 2021؟ هو المفترض عقده هيخلص مع نادي الزمالك 2022 بنهايه موسم 2022. لا هو كان في سنه، كان في سنه كان نادي الزمالك راعي للعقد. ما طب اشرح لنا برضو قصه راعي العقد، لان انا مش عايز اخش في الموضوع دوت لحد ما نعلن بعدين. يعني يعني عشان احنا ما نخشش في هذه الحوارات ونوصل لحل. احنا طب خلينا نحط عنوان عريض، اذا اعلن نادي الاتحاد السكندري توقيع مع انس اسامه هيكون التوقيع سليم، ده يعني ده عنوان عريض صح كده؟ ان شاء الله 100% لما نعلن هنقول بالظبط التفاصيل كلها. طيب يعني خلينا بعدين برضو بعد ما يعني هو حضرتك دخل النقاش فمن حقه يقنعنا. انت فتح لي النهارده زاويه اول مره، يعني اول مره اعرف ان انا كنت انا مقتنع، انا كبليغ كنت مقتنع ان اسامه من حق الاتحاد السكندري لانه مضى بعد العقد ما خلص، والدليل ان هو اتقال الفيديو قديم، فمعنى كده ان هو زي ما قال تصريحات اللاعب ان انا لسه موقع. فالنهارده التصريح ده انا من وجهه نظري لو خده نادي الزمالك وراح بيه اتحاد السله انه اللاعب موقع مع اللجنه النهارده مثلا الاتحاد عاوز ما يدخلش يقول لك لا انا ما فيش مشاكل مع المجلس الحالي، يبقى المشاكل كانت مع اللجنه السابقه، فده تأكيد على انه اللاعب وقع وعقده ما انتهاش مع نادي الزمالك. لا يا فندم، وانا بعد بطلب من حضرتك بعد اذنك خلي الحوار بعد ما نعلن النادي. تمام تمام حقك طبعا، حقك حقك.